احنا نتمنى من كل الفئات السياسية اللي في محافظة ديالى ان تتكاثف وتتفاهم فيما بينها من اجل انه ينتخبون محافظ وحتى يبدون يقدمون خدمات للناس اللي منتظرين هاي الخدمات. احنا نناشد الحكومة المركزية التدخل السريع حل هذه المعضلة حتى المواطن يرتاح ويطمئن ويأمن على عائلته. من الواضح جدا ان السياسيين افصحوا عن محتواهم، وهو انه المنصب هو الاساس، المنصب هو الحصه، المميزات هي التي من اجلها قاتلوا بالانتخابات او كونوا جمهورهم. لا يوجد عمل وطني ولا يوجد عمل سياسي حقيقي. خدمه المواطن بالدرجه الاولى المفروض تتقدم من اولويات الحكومه، خدمه المواطن، المواطن بالعراق بصوره عامه وبالمحافظات بصوره خاصه اللي ذكرتها انت يعانون بصوره يعني منتهيه، مدارس ماكو، غيرها ماكو، صحه ماكو، تعليم ماكو. اهلا بكم. سابقا كنا نرى ابواب البرلمان موصده امام تشكيل الحكومات إلا إذا حدثت الاتفاقات خارج الأسوار، فيدخل النواب مكبلين بتوجيهات القادة فترفع الأيادي قبل معرفة أسماء المرشحين. حتى هو المشهد ذاته يتكرر في ديالى وكركوك، لا حكومات محلية ولا توافقات سياسية، وصراع النفوذ يشتد في المحافظات. من يتنازل لمن وبماذا سيتنازل؟ مناصب توسع ساحة الصراع وتخلف المشاكل بشكل يومي، واقع أمني متراجع ومثله اقتصادي بسبب المشهد السياسي، لا طاولة جمعتهم والمصالح هي من فرقتهم، فهل سيلتقون من أجل مصلحة المواطن أم أن تقديرها ضمير غائب بسبب التخصيصات المليارية والمشاريع الاستثمارية؟ ويبقى السؤال الذي لا إجابة له: من وزع حصص المحافظات؟ ومن التزم بها؟ ومن أخلف بالوعود وجعل الأيادي تضرم نيران الخلافات بدل أن ترفع أو ترفع للتصويت؟ أهلا بكم. غياب التوافق يعرقل حسب تشكيل حكومة محافظة كركوك المحلية بسبب عدم تمكن أي طرف سياسي أو مكون من أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. إذن ملفنا الأول راح يكون مع القيادي في ائتلاف دولة القانون السيد عبد الرحمن الجزائري. مرحبا بحضرتك. حياكم الله يا مرحبا. أهلا بجنابك سيد. 5 أشهر مضت على عقد أول جلسة في محافظة ديالى، لكن دون اتفاق على شخصية لتسنم منصب المحافظة، وتدري انعكاسات هذا الموضوع على الشارع وتحديدا سكان هذه المنطقة. اليوم بدأوا يتذمرون، شنو أبرز الأسباب برأيك؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أنقل تحيات يعني ائتلاف دولة القانون إلى أهالي ديالى حقيقة، وتحية خاصة إلى قناتكم الكريمة.
ما يحدث في ديالى حقيقة هو صراع ما بعيد عن بغداد ولكن هو قريب على بعقوبة بالتحديد. صراع هنالك اتفاقيات بالورقة السياسية عند تشكيل الحكومة وتشكيل مجالس المحافظات، متفق اليوم بالأرقام والأعداد والتفاوض على محافظات. ائتلاف دولة القانون بعد طلب من اليوم أخواننا في بدر أن يكون محافظة ديالى نتنازل عنها مقابل أن تكون حصة ديالى إلى دولة القانون. هذا الاتفاق تم يعني وحقيقة مبرم اتفاق. تفاجأنا بوجود السيد مثنى التميمي محافظ الحالي والذي انتهت ولايته باعتبار هنالك انتخابات جديدة، نعم، متزمت بقضية الرأي أن يبقى في المحافظة، رغم أنه الصراع الآن قدمنا أكثر مرشح دكتور خليفة التميمي أيضا في جامعة القانون في إديالة أيضا رفض للأسف الشديد. هنالك عمليات ابتزاز وتهديد لأي شخص يرشح إن كان من دولة القانون. بدأ تكتل جديد ما بين حسم وعزم وسيادة. هذا التهديد من قبل منه؟ يعني التهديد حقيقة من نفس الأحزاب اللي اليوم تترأس اليوم ما بين سبع مقاعد ومقعد للكرد، 15 مقعد اللي هي اليوم في ديالة. نعم. هنالك مشاكل، هنالك حدثت أمور تهديدية، وضمنهم المرشح مالنا انسحب برسالة تهديد من دولة القانون، ولا نعرف لحد الآن ما هي هذه فحوى هذه الرسائل. بالخلاصة عملية شائكة هي جدا. طلبنا من الأخ السيد رئيس الوزراء باعتباره اليوم الراعي اليوم الحكومة العراقية ومنتخب من إدارة الدولة والإطار، لكن للأسف لن نرى حقيقة تدخل جدي في حل هذه الأزمة، واللجوء إلى المحكمة الاتحادية لا ينفع جدوى. اليوم المقاعد خالية من صندوق الاقتراع وهناك استحقاق، هذا الاستحقاق سياسي، فبالتالي اليوم تأخير قضية الموازنة أيضا لربما تأخير مشاريع في ديالة انعكست سلبيا، وضع ديالة أمنيا غير مستقر. بالتالي أنا أتحدث لك اليوم عن قادة عسكريين يتبدون بين فترة وفترة في ديالة، صراع في ديالة من مكونات أيضا موجود، كل هذا ينعكس وسببه اليوم تتحمله حقيقة اليوم السيد المحافظ الموجود. زين، هو احنا نسأل انه شنو مشكلة ائتلاف دولة القانون واعترافكم على بقاء السيد علي التميمي بالمنصب؟ يعني على شخص السيد علي التميمي؟ لا السيد مثنى التميمي هو العفو، مثنى التميمي لا يوجد اعتراض، الاعتراض من اهالي ديالة. انا اتحدث عن جمهور، انا اتحدث عن كاريزمة الانجازات، انا اتحدث عن المصالح الخاصة، انا ما اتحدث اليوم انا كمحافظ اليوم ماذا قدمت لمحافظة ديالة كمثنى. قدمت جسر القدس، قدمت مشاريع المستشفيات، قدمت مشاريع البنى التحتية لديالة، لا تزال اليوم بعقوبة تفتقر إلى قضية الخدمات اليوم، خدمات مائية، خدمات الكهرباء، الخدمات الصحية، يعني لا يوجد غير مستشفى بعقوبة الصحي. أنا لما أتحدث اليوم أبقي محافظ، أنا أريد اليوم المحافظ ينطيني إنجازات، بالتالي مو فقط في ديالة، في كل المحافظات. وإلا أنا لوش سويت اليوم خلت حدثك بلسانهم يقول لك أنتوا عندكم محافظين في بقية المحافظات، شنو إنجازهم؟ ماكو أي إنجاز، فبالتالي هذا عذر ما مقبول، لأن أنت اليوم حريص ومحروق قلبك على محافظة. أنا أتحدث اليوم عن جمهور ديالة، جمهور ديالة اللي رافض السيد المحافظ، مو كدولة قانون. إحنا استحقاقنا هذا بالاتفاق السياسي أنه نطينا الأخونا أستاذ عباس الزاملي محافظة ديالة اللي هي من استحقاقنا الأستاذ محمد بالأرقام دا أتحدث لك، بالتالي اتفقنا وياهم أن نأخذ ديالة. وللعلم إديالة هم ما يرغبون، يعني مو كل الجمهور اليوم سواء جمهور بسيط يرغب اليوم مثنى التميمي، أنا أتحدث عن جمهور إديالة، ما أتحدث اليوم كدولة قانون. إحنا راغبين في المنصب أبدا، حلا للإشكال غيرنا المرشح، ما جبنا مرشح من دولة القانون، جبنا مرشح من إديالة وهو مستقل ما تابع لنا، لكن أصبح التصويت عليه باعتباره أكاديمي، وفرضنا عليه قبل لا يجي ويكون والرشحة أن يسوي إنجازات المشاريع المتلكئة، هنالك مشاريع متلكئة يعلم بها السيد المحافظ، جمهور المكون العشائري. هذه الشخصية تم اختيارها بناء على اجتماع مع القوى السياسية الأخرى اللي لها استحقاق انتخابي بديالة، لو دولة القانون اختار هذا المرشح؟ لا هي بعد ترشيح من أحد شيوخ العشائر قدموا إلى دولة القانون، والإخوان قروا السيفي ماله حقيقة، و
أنطوا رأيهم لا بأس، حتى لو يكون مو من اليوم من حقيبة دولة القانون، لا بس المهم يقدم خدمة إلى ديالة. من قدمنا تفاجئنا الاعتراضات من الإخوان في بدر وباقي الإخوان المكونات اللي داخلين بعملية مجالس المحافظات، وأيضا هنالك صلاة على رئيس مجلس المحافظة أيضا الآن. نعم. موجود خمسة أشهر ديالة معطلة، الموازنة قريبة جدا، لا توجد مشاريع حقيقية، الصراع سياسي خاص للمصالح الخاصة غير معني حتى ابن ديالة بهذا الموضوع. يعني أنا طلعت بالإعلام بأكثر من قناة وتحدثنا في موضوع ديالة وقلنا إحنا الأساس اليوم إرضاء اليوم جمهور ديالة، لكن لن نلمس من الشركاء للأسف الشديد. الآن تفاجئنا الخريطة السياسية في ديالة تغيرت، الآن من يطالب أن يكون محافظ الإخوان الشركاء؟ ليش من المكون السني من حسم وعزم ليش هذا الصراع على ديالة تحديدا؟ وحضرتك تتحدث عن مصالح حزبية خاصة والطرف الآخر يتهمكم بأنكم من تبحثون وراء المصالح الخاصة لأهمية ديالة وموقعها استراتيجي وكثير من الأمور. يعني اليوم بطبيعة ديالة الجغرافية طبعا، بالتالي ديالة مكونة من اليوم القومية الكردية بها، منطقة خانقين الحدودية. نعم. المجاورة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عندك اليوم مثلا قريبة جدا اليوم على بغداد وبها اليوم المكون السني والمكون الشيعي، يعني كل هذه اليوم هي بالتالي تعطي خريطة لجغرافيا اختلاف بالمكونات فاختلاف بالرئيس السياسي. الآن من يطالب الآن أن يكون محافظ اليوم لا بدر ولا دولة القانون، الإخوان السنة يطالبون أن تكون حقيبة محافظة ديالة يا أما للسيادة أو حسم لؤل أو عزم باعتبار عندهم سبع مقاعد زين. ويقولون إحنا ما أخذنا استحقاقنا في محافظة ديالة، لكن هل نعد الجمهور اليوم يطالب بأن يكون محافظ ديالة من السنة من المكون السني؟ هذه أيضا اليوم على حقيبة المجالس المحافظات. فمشكلة ديالة أنا أعتقد في رأيي تحتاج إلى تدخل رئيس الوزراء والكابينة الوزارية أن تدخل باجتماع لربما مع السيد المحافظ. ليش القوى السياسية برأيك ما قدرت توصل لاتفاق حتى خلال اجتماعات الإطار التنسيقي؟ لو الاختلاف في المحافظة انعكس على علاقتهم حتى داخل الإطار. يعني احنا على طوال هذه السنين يعني رأينا انه اليوم من تقود ديالة يعني الأغلبية كانت المحافظ اللي هو يكون تابع لأخواننا في بدر، وبالتالي كانت الحقيبة من هذه، لكن بالمتغيرات الأخيرة طبعا بتعرض الحكومة العراقية والدولة العراقية إلى مشاكل كثيرة وخصوصا محافظة ديالة. نعم. موضوع الحواضن وداعش وما شابه ذلك، التدخلات الإقليمية أيضا أثرت على جمهور ديالة، بالتالي أثر هذا على تغيير الرؤية أن يكون اليوم اختلاف بين المسؤول اليوم اللي يقود ديالة من المحافظ وشركاء في مجلس المحافظة وما بين اليوم الشعب العشائري. جزء من هذا الشعب لا يرغب أن يكون مثنى التميمي اليوم في حقيبة المحافظة ويقول لك أنا ما قدمش. إذا تنازل الفتح عن مثنى التميمي وطرح مرشح آخر، من الممكن أن يدعم دولة القانون؟ إحنا ندعمه، وبالتالي إحنا نحسب الموضوع يعني على مدينتي هذا الصراع اللي المتضرر الوحيد الأول والأخير هو جمهور ديالة، مو المتضررين اليوم اللي هم في المكون الفلاني أو المكون الفلاني أو اليوم الإخوان اللي في بدر أو في دولة القانون. أبدا، اليوم المتضرر الأول والأخير المواطن في ديالة. خمسة أشهر اليوم ماكو مشاريع لحد الآن، اليوم ماكو عملية اليوم إنجاز، وباقي المحافظات بدأت تشتغل الآن، الموازنة قادمة وموازنة جيدة هي، وهنالك مشاريع استراتيجية بهذا الموضوع، لكن صراع ديالة أني أنا مصر أن أبقى وبالتالي أحطم اليوم جمهور كامل ومحافظة كاملة. هذا واضح، لكن دولة القانون تدعم مرشح يقدم الفتح بديل لسيد مثنى التميمي؟ أعتقد إحنا ندعمه، لكن هذا مو استحقاقهم، بالتالي أنت هذا اختلاف بالورقة السياسية، أنت أخذت مني محافظة بالتالي وهذا المحافظة أنطيتك إياها مقابل أن أنت تتنازل عن محافظة ديالة، لكن أنت متمسك بالآن لحد الآن بقضية المقعد مالك وترفض أي مرشح يدخل، وبالتالي طلعت مظاهرات. يعني السيد مثنى التميمي في وقت يعني قبل شهرين أو ثلاثة طلع مظاهرات يعني بالتالي، وهذا مو صحيح لا بالعرف السياسي أنه موجود أنه أنا متمسك بالمنصب على طوال السنين وأنا أضر محافظتي، ولا أنا من أخرج وأعمل في غير جانب أنا راح أكون مضر لمحافظتي. شون هاي تفسر ليها ما تطلع مظاهرات؟ شون يقدر اليوم مثلا المسؤول يطلع مظاهرات حتى يدعموه؟ إحنا نعرف أغلب المسؤولين التنفيذيين خاصة للأمور الخدمية وغيرها هم منبوذين في الشارع خلاجيها بصراحة. لا أخو أنا أقول لك اليوم طلع جمهور، بالتالي الكاريزما السياسية في ديالة كان أكو مظاهرات تندد بأنه بقاء اليوم ويطالبون بمثنى التميمي،
وهذه للأسف الشديد يعني اليوم صارت أصبحت بالعرف السياسي الأمور المادية تتغلب على المصالح اليوم العامة، أصبحت المصالح الخاصة، وما يجري في ديالة، وأنا بكل جرأة أتحدثها، هنالك مصالح خاصة، هنالك مصالح مالية للأسف، وهذه ملفات للأسف الشديد فيها فساد، وبالتالي الإصرار على بقاء السيد مثنى التميمي هذا يشكل خطر على أهالي ديالة، ولربما يدخلنا في أزمة سياسية، وهذا الصراع سيولد صراعات ثانية. سيدنا تحالف الفتح يقول لك هذا ديالة استحقاقنا، أنتم بالتالي اليوم لا تقبلون نطرح بديل آخر وبالتالي نمضي بتشكيل مجلس محافظة ولا أكو أنا حل. ما عندي اعتراض أنه يجي شخص غير مثنى، ولكن يجي من دولة القانون. أنا عندي وياك اتفاق، إحنا ما العرف السياسي بدأ على اتفاق، العرف السياسي مو مع الدستور بدأ بعرف اليوم رئاسة الجمهورية إلى المكون الكردي والقومية الكردية. ما ممكن أنت تجيب لي اليوم شخص شيعي تقول له تعال صير رئيس الجمهورية العراقية، ماكو اتفاق سياسي مبني على طوال سنين. هذا بالتالي محافظات كل محافظات العراق بعد ما تنتهي الانتخابات الأصوات الأعلى لمن يصير اتفاق عليها، أنت تأخذ استحقاقك اليوم كمحافظ وأنا أخذ استحقاقي كرئيس مجلس المحافظة وتمشي العملية بهالشكل. يا سيد لكن الموضوع طول خمسة شهور إحنا نبقى هذا يقول حصتي وهذا يقول حصتي، ما أخذنا كدولة قانون استحقاقنا إحنا بالتالي بهذه المحافظة. بالتالي الموضوع يحتاج حلول، إذا كل طرف يقول هذه حصتي وخمسة شهور ما قدرنا نوصل ولو لبداية حل الأزمة بالتالي. طبعا اليوم نشوف المكون السني طالب يقول انا خلي انهي الازمه، انتم خمسة اشهر ما حليتوها بيناتكم، خلوني انا اخذها واحلى. بالتالي الكثير من هاي الامور المواطن يقول لك خمسة اشهر انا منتظر، هاي الشباب ينتظرون انطلاق الدرجات الوظيفيه، المشاريع الاستثماريه، الخدمات، الوضع الامني السيء في محافظه ديالى. بالتالي حل هذه المشاكل مو مسؤوليه المواطن، مسؤوليتكم. لا اخو بالتالي انا من اطالب اليوم بانه السيد رئيس الوزراء ان يسوي له جلسه اليوم حقيقه ويحل هذا النزاع. اليوم يجي الممثل عن دوله القانون ويجي الممثل عن بدر ويجي الممثل عن حسم وعزم، واليوم يجتمعون باجتماع ويطلعون بخلاصه اليوم وجهات النظر ماذا يريد المواطن في دياله. اذا كان المواطن يطالب، خلينا هسه من التقسيم الورقه السياسيه، اذا كان المواطن يطالب بأن يبقى السيد مثنى وأنجز لمحافظة بغداد، نحن كدولة قانون أول من يدعم هذا. شفت المظاهرات تطلعها السيد مثنى؟ لا هي مظاهرات شفت الناس اللي طلعت وردوهم أيدي، هذه فعالية معيبة أصلا بالعمل السياسي. عيب اليوم، عيب أنت منتهي ولايتك اليوم وتطالب بولاية وتجديد للمحافظة وأنت ما قدمت. أنا دا أتحدثك على واقع الحال، لما تجي تقول لي أقول لك شنو التبليط اللي موجود في ديالة، شنو قضية شبكة المياه وما شابه ذلك، شنو شبكات الكهرباء اللي موجودة إديالة بعقوبة، كل الأقضية في إديالة اليوم على وضعها. ما أكل يوم أنت ذا تريد تتحدث عن طريق استراتيجي، اليوم يذهبون نواب الأكراد يتحدثون عن أسوأ طريق من إديالة إلى حد أربيل وإلى حد كركوك وإلى حد سليمانية، فكيف تتحدث لي بالإنجازات؟ أنا أحكي بواقع الحال يا أستاذي، إحنا ما يصير نتحدث وإحنا المواطن. أنت اسأل أي مواطن في إديالة ولا إذا أكو اليوم تقديم خدمات، فإحنا ما عندنا مشكلة اليوم كدولة قانون، إحنا نبحث عن حل لمحافظة ديالة. وأكثر من اجتماع كان بتوجيه اليوم من ائتلاف دولة القانون السيد المالكي أن تكون حل ديالة بيد الجمهور. السيد المالكي قال جيبوا لي أي شخص مو تابع لدولة القانون اليوم، خلي اليوم يكون محافظ ديالة لكن يقدم خدمات. هذا الاستحقاق اللي نتحدث به. جيد، إذا تسمح لي ينضم معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سعيد البدري. أستاذ سعيد مرحبا بحضرتك. حياك الله وأهلا وسهلا بك. أهلا بك أستاذ سعيد. سيد عبد الرحمن يتحدث عن موضوع تشكيل مجلس محافظة ديالة ويقول أنه الموضوع استحقاق، إحنا عندنا اتفاقات وهذا استحقاقنا. بالتالي اليوم بدري يقولون لا هذا استحقاقنا وإحنا اللي لازم نبقى مصرين على مرشحنا وماكو خيار ثاني لمرشحنا. بالتالي المواطن اليوم ينتظر حل، شنو الحل برأيك بعد مرور خمسة أشهر وماكو أي حلول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بموضوع ديالة أعتقد هذا الأمر كان حسنا بشكل كبير داخل الإطار التنسيقي وبين قيادات الإطار التنسيقي. فيما يتعلق بقضية توزيع المحافظات كان هناك اتفاق بين قيادات الإطار وتحالف مدني و ما خصوصا القوائم الامور او المناصب التي وزعت بين المحافظات، وجرى انتظام الاطار التنسيقي في تحالف بعد الانتخابات عند دوله القانون تحالف نبني قوى اخرى انتظمت وجرى توزيع
إعادة توزيع المناصب بالمحافظات، وكانت حصة بدر هي محافظة ميزان وأيضا محافظة ديوانية، وديالة تلك أمرها لدولة القانون باعتبارها ضمن الاستحقاق لدولة القانون، وهذا بدر مسلمين به يعني فيما يتعلق بموقف منظمة بدر من قضية اختيار المحافظ. قبل ذلك كان هناك حديث عن أنه عودة المحافظ السابق أو ترشيح شخصية جديدة، وصار حديث طويل عريض، بالنتيجة الأمر ترك لدولة القانون، بقي لدولة القانون أن تعيد أو ترسم الخريطة داخل مجلس المحافظة وأن ترشح محافظا وشخصية مقبولة بالاشتراك مع القوى الأخرى داخل مجلس المحافظة ويختم هذا الأمر. هناك تعقيدات اجتماعية قد تكون في ديالة. أستاذ سعيد، شنو السبب؟ شنو السبب الرئيسي؟ شنو السبب الرئيسي اللي اليوم وبعد 5 أشهر ما وصلنا على الاتفاق لشخصية لشغل منصب المحافظ بديال؟ تناقضات اجتماعية، هناك من يرى أنه خصوصا يعني بعض العشائر الكبيرة وبعض الشخصيات التي لها وزن في محافظة ديالة، هناك حالة من التنافس حقيقة ويجب أن تفكك في إطار تسوية. هذه التسوية تجتمع فيها كل الأطراف المعنية ونتجه أو نذهب باتجاه الحل. أما أن تبقى الأمور بهذا الشكل وكل شخص يرمي المسؤولية على الآخر، أعتقد أنه لن تحل وتبقى هذه القضية عقدة. أنا مع أن تجرى تسوية بهذا الخصوص يعني داخل المحافظة نفسها وباشتراك القوى اللي موجودة بها، وأعتقد أن بدر والقوى الأخرى مع الحل وليس مع التعقيد، وبدر غير متمسك بقضية العودة لمحافظة ديالة كما تحدثتم قبل قليل. يعني اليوم شوف المشكلة هي موضوع اجتماعي موضوع اجتماعي له مساق بالوضع السياسي وحالة يعني خلينا نقول الفرقة اللي موجودة وعدم الاتفاق سببه يعني أنانية بعض الأشخاص. لا تسألني عن الأسماء، لكن هناك بعض الأنانيين الذين لا يريدون لهذا الموضوع أن يحل، وسيكون لديالة محافظ قادر على ضبط العمليات الأمنية وضبط قضية الإعمار. ويعني عموما محافظة ديالة هي محافظة حساسة جدا وتحتاج كثير من الضبط وكثير من العمل حتى نصل إلى مشهد مستقر في هذه المحافظة. جيد. أستاذ عبد الرحمن، مثل ما تفضل، أنانية بعض الأطراف هي السبب بعدم حل المشكلة، بالتالي شلون نعبر موضوع الأنانية والمصالح الخاصة؟ يعني أعتقد الحاج هادي العامري عنده استطاعة أن يرفع اليوم المحافظ، وبالتالي يستقبلون المرشح الجديد لدولة القانون وبالتوافق طبعا السياسي اللي مبني، وهذا عرف سياسي ما نقدر نغيره. وبالتالي إرضاء اليوم موضوع تحدث به الأستاذ البدري عن قضية العشائر، نعم من المكونات العشائرية أنا التقيت بأكثر من عشيرة، هنالك رفض لأن يكون اليوم السيد مثنى محافظا وتجديد ولاية إليه. وبالطرف الثاني اللي هي نفس العشيرة طبعا، نعم، من نفس العشيرة، هم عشيرة التمايم اللي هي أكبر عشيرة تقريبا تقود في هذه المحافظة، لا يطالبون ببقاء باعتبار أنه اليوم أنجز وهنالك مشاريع. إذن القضية راح تنحصر بين اليوم قطبين كبيرين، بين دولة القانون وبين نبني اللي هم متبنين. حلوا المشكلة بمرشح آخر وانتهى الموضوع. هسه ناس داعمة لبقاء وناس رافضة لبقاء. أنا بالتالي أنا اليوم ما أقدر أفرض على مجلس المحافظة، أنا ويا شركاء اليوم عندي 7 مقاعد اليوم من الإخوان السنة، ما أقدر أفرض عليهم أنا اليوم مرشح من دولة القانون إذا أنا ما أتوافق ويا اليوم. أتحدث لي عن مواقف القوى السياسية الأخرى، أتحدث لي مثلا عن صادقون، شنو موقفهم؟ صادقون الآن أيضا يعني اليوم باعتبارهم يطالبون بأن يكون اليوم حصتهم، وبالتالي يقول لك إحنا عندنا اليوم مقاعد وعندنا أصوات وإحنا عندنا أيضا جمهور اليوم لا بأس أن إحنا نقود المحافظة. وهذا الصراع بدأ اليوم يولد صراعات أيضا جديدة، يعني ما كان يعني في توقعاتنا في إحدى الجلسات أنه حسم وعزم والسيادة يطالبون بأن يكون المحافظة للمكون السني، هذا العرف ما كان موجود يعني بالتالي حقيقة، لا بأن هنالك العدد أكثر الشيعة من السنة خلنا نتحدث بهذه الطريقة، ولا بالعرف السياسي أو اتفاق أنهم مقاعدهم أكثر. يعني ما ممكن الآن الإخوان الأكراد ها يطالبون باعتبارهم مقعد واحد، ما ممكن يطالبون بديالة، ورغم أنه بالجغرافيا اللي موجودة هم لهم ثقل في محافظة ديالة كبير. أنا أتحدث اليوم الصراع خاص وليس عام، بالتالي حتى المؤثرات العشائرية الآن ما بدأت جدوى،
اليوم الصراع يتحمله الشخص الأول هو نفس المحافظ مثنى، لو يقدم الإعفاء عن نفسه وينطي فرصة للإخوان البقية يصير توافق سياسي، لكن هو مصر اليوم، وهذا الإصرار ما ولد اليوم اختناق سياسي وولد اليوم ولادات رأي جديد. اليوم اليوم الإخوان العصائب صار عندهم رأي. بالتالي اليوم إذا بقت الأمور كما هي والكل مصر على رأيه، شنو الحل برأيك؟ يعني أعتقد لربما لا نبتعد عن المحكمة الاتحادية، وهذا الحل الأخير يعني، والأصوات والاتفاقيات والورقة تقدم، وهذا العرف السياسي يقدم إلى المحكمة، والمحكمة هي الفاصل أن تختار اليوم محافظ لديالة، وأن لا تنجر ديالة إلى صراعات سياسية واحتقانات. الآن أنا أعتبر ديالة كقنبلة موقوتة، الآن شعب ديالة الآن لا تنجر. إذا تقول اليوم إحنا أي مرشح يرشح اسمه وتم طرح يتهدد تنجر. لا أنتم من خلال قناتكم قبل أيام عرضت يعني أكو تهديدات لأعضاء مجلس محافظة إلى بيوتهم، وتهديدات وإلى عجلاتهم الخاصة وإلى الأوراق، وهنالك تهديد داخل مجلس محافظة ديالة. احنا عندنا مرشح في دولة القانون تعرض الى تهديد. هذا التهديد من قبل قوى سياسية؟ لا، القوى السياسية متنفذة بديالة. لا لا لا، هي بين ما بين اليوم اكو الخارج عن القانون اللي تعمل مع مثلا من المقاولين اللي كانوا يتعاملون مع المحافظ، وجزء من يمها اليوم الجماعات اللي خارجة عن القانون وهي تقتاد الى سلاح خارج عن الدولة وما تقدر السيطرة على الدولة اليوم. واحنا اليوم نعرف اليوم هذا تهديد اليوم للامن السلمي في داخل الدياله موجود الان. انا لما اتحدث لك اليوم بمفرده قنبله موقوته، نعم اتحدث لك واقع الحال، انا ما جاي اتحدث لك اليوم من الخيال، اتحدث لك الدياله بهالبساطه. هذه الجماعات حتى وان كانت تابعه للمقاولين مثل ما تقول تقدر تهدد وتهدد مرشح. اليوم نتحدث انه الدوله مو مثل قبل، اليوم القانون فوق كل شيء، الجهاز الاستخباري قوي. أنا زرت قائد عمليات ديالة الأخ أستاذ طاهة، الفريق طاهة، وسألته، وأنا طبعاً بثلاث أيام يلا قدرت أحصله، يعني كل ما أسأله يقول لي أنا طالع أكو بالمناطق التسليلية أكو حواضن دواعش وكذا. ديالة تختلف عن باقي المحافظات، مرتبطة أولاً قريبة على الإقليم، مرتبطة حدودياً مع دولة، مرتبطة مع ثلاث محافظات اليوم مجاورة ما بين صلاح الدين، ما بين بغداد، ما بين كركوك، فهذه كليتها اليوم تعطي مؤشرات اليوم استقرارها مهم جدا للعراق، استقرار ديالة من استقرار بغداد العاصمة، لكن الأخوان ما يتفهمون هذه الوضعية، وإذا يدخلنا في إشكال وأنا ما مستعد اليوم خمسة أشهر أنا كمواطن في ديالة أن أضحي لأجل المصالح الخاصة، يعني أنت المصالح الخاصة اليوم بمشاريعك ومقاولاتك على حساب المواطن في ديالة، مو منطقة هذا. أنا مو اليوم مثل كركوك أكو اختلاف مكونات، أنا ما عندي اختلاف اليوم بالواقع الحال، سبع مقاعد للسنة، سبع مقاعد للشيعة، ومقعد واحد للكرد، اتفاقية الورقة السياسية إلى دولة القانون، ليش تعترضون يا أخوان؟ خلص انتهت القضية، دولة القانون قدمت أربع مرشحين قدمنا، هل من المعقول غير كافيين وسيفياتهم ضعيفة وحجج وأوهام؟ ما معقولة يعني، هذا آخر واحد دكتور خليفة رئيس جامعة في ديالة، بالتالي رجل قانون وابن ديالة وأيضا من نفس العشيرة تبيمي، ومو من يعني مو أنه تابع ترى كدولة قانون، رجل مستقل أستاذ جامعي يعني. هذا التأخير والمماطلة بالتالي يصب بصالح منه؟ صالح المصالح الخاصة الكتل السياسية والاتفاقيات على أن تبقى ديالة مشلولة الأيدي وتبقى ديالة معطلة، وهذه طبعا حتى تدخل بها أجندة لربما أنا أعتقد حتى خارجية. جيد. شنو الانعكاسات اللي عاشتها محافظة ديالة بالجانب الأمني والجانب الاقتصادي بسبب هذا التأخير وبقائها بدون منصب محافظ؟ يعني أولا يعني لا نضع اللوم فقط على مجلس المحافظة وعلى ديالة، لا نضع اللوم أيضا على الإخوان العشائر الذين يتدخلون تدخل يعني جذري، يعتبر من خلال هنالك أسماء كبيرة من عشائر عريقة تتدخل بأننا نرفض اليوم المحافظ من هذه المكون، أو نرفض المحافظ من هذا القومية، أو نرفض المحافظ من هاي الكتلة، هذه أيضا إلى تأثير يعني أصبح سلبي على المواطن البسيط. أنا أتحدث لك في على المستوى الخدمي، أنا ما لقيت يعني حقيقة أتحدث بصراحة، أنا مو بالديالة لكن أنا بالبغداد، لكن أنا متواصل ويا الإخوان اليوم في مكتب دولة القانون، وأتجول بين فترة وفترة بزيارات إلى ديالة، ما لقيت خدمات حقيقة على أرض الواقع مثل ما نشاهدها في باقي المحافظات، ولو مشاريع بسيطة جدا يعني أنا على الوضع الصحي أو على الوضع الخدمي، ما لقيت اليوم غير يعني مستشفى بعقوبة نفسه مثل ما أشرت إليك، المدارس نفسها
لقيت القرى والأرياف في أسوأ حالة. يعني إذا تحدث لك عن منطقة حدودية عن خانقين ممكن أنت تتجول في قضاء خانقين وتشوف أنت شنو الخدمات اللي قدمها السيد مثنى. السيد مثنى قدم مشروع واحد وهو مجسر القدس لا أكثر، هذا المجسر الوحيد، وحتى هذا المجسر مو ذاك الأهمية كان، لكن ما قدموا الإخوان. القيادي في ائتلاف دولة القانون السيد عبد الرحمن الجزاري، أشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا لجوابك. إذن مشاهدينا ملفنا الثاني راح يكون عن تأخر تشكيل الحكومة المحلية في كركوك بسبب غياب التوافق السياسي، وراح نفتتح وإياكم بتقرير الزميل شيبان سامي. غياب التوافق يعرقل حسب تشكيل حكومة محافظة كركوك المحلية بسبب عدم تمكن أي طرف سياسي أو مكون من تسمية محافظ جديد لها، أسهم في احتدام صراع المكونات مجددا حول المنصب. مختصون في الشأن صراع الكرد على اقتناص منصب المحافظ لصالحهم يعرقل سير المفاوضات. أهل كركوك هم أولى أن يحددون مصيرهم بدون تدخل لا الأحزاب الحالية اللي موجودة ولا الأحزاب الكردية، وهذا الشيء تحدده المحافظة والمواطن الكركوكي، لا يحدده غير حزب يريد فلان شيء وانت تريد فلان شيء. إلى متى الأكراد يظلون مسيطرين على كركوك ومصالحها ومتوقفة كل أموال الناس ومعاملاتهم وكل أبسط شيء؟ إذا واحد يريد لأي شيء تأييد سكن من أي بطاقة من أي كذا لازم يتجه الى غير جهات. اللي يعرقل هذا الامر المكون الكردستاني، يريد يكون يعني المحافظ ان المكون الكردي. هو تعرف كركوك عباره عن عراق مصغر بجميع المكونات، بالتركماني بالكردي بالعربي باشكال، فمصالح شخصية يعني ما يريدون للشعب يريدون للمكونات. لم تسفر حوارات تشكيل الحكومة المحلية في كركوك إلى نتائج نهائية رغم تدخل السودان لحل الأزمة فيها، حيث ما زال الوضع في المحافظة معقدا حتى الآن، ناهيك عن تعثر عجلة الاقتصاد والتنمية بسبب عدم تشكيل الحكومة المحلية. السيد السوداني بذل جهد كلش كبير مع الكتل السياسية في كركوك سواء المكون الكردي أو التركماني أو العربي، ولكن لم تكن هنالك آذان صاغية، لأنه المصالح الحزبية والفئوية والقومية هي طغت على كل القيم الموجودة داخل المحافظة. غياب التوافق والجمود يخيم على المشهد السياسي في محافظة كركوك الذي تعيش فراغا إداريا وقانونيا بسبب صراع المكونات على منصب المحافظ. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن مشاهدينا، محور حديثنا في ملفنا الثاني راح يكون مع عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ مهدي عبد الكريم. مرحبا بجنابك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. وعبر سكايب عضو تحالف العزم الأستاذ عزام الحمداني، مرحبا بحضرتك. أهلا بجنابك. شباب عالجونا الصوت مع أستاذ عزام. أستاذ مهدي، بداية شو تنتظر كركوك لحل الأزمة؟ زيارة للسيد السوداني، لو جلوس والتفاوض، بالتالي اليوم 7 أشهر بدون حلول حقيقية والشارع ينتظر. بداية تحياتي لحضرتك ولقناتك ومشاهديك الكرام وإلى أخي وعزيزي الشيخ عزام المحترم. حضرتك تعرف أنه هي واحدة من المحافظات اللي لحد هذه اللحظة حال ديالة، المحافظات اللي لحد هذه اللحظة موصل أعتقد لأنه لحد هذه اللحظة عليها خلافات وعليها ممكن تكون سياسية ممكن تكون خلافات قومية خلينا نقول عليها. كركوك بما تمتاز من أهمية لجميع الأطراف وجميع المكونات اللي موجودة داخل كركوك، هذا واحد. اثنين، المشكلة الرئيسية اللي موضوع ديالة خلافات سياسية مكوناتي بين مكوناتي أكثر ما تكون سياسية، سياسية ومكوناتي، بالتالي هذا موضوعها ينحل أبسط من موضوع كركوك المعقد. لا وانا أقول لك إياها مكوناتية أكثر، باعتبار أنه يعني كل مكون يحسب حساب أنه هاي المحافظة من حصته ومن نصيبه أن يكون إله.
ولكن المشكلة الأكبر اللي عقدت المسألة وعقدت الموقف اللي بتشكيل الحكومة هي تقارب المقاعد بين جميع المكونات الموجودة في كركوك. سابقا كانت مثلا للكرد فرق حوالي 5 أو 6 مقاعد أكثر، الآن 7 للكرد 7 للعرب، يعني مقاربة جدا للتركمان أيضا لهم. هذا جعل أنه يكون عنصر أولا صعب أنه معقد لتشكيل هذه الحكومة والتوافقات اللي تجري عليها، جعلت أيضا عدم وصول إلى توافق باعتبار كل مكون يعتبر أنه هذا المحافظة من حصة. لهذا السبب أعتقد خلال بعد 10 محرم حسب المعطيات اللي موجودة أنه هناك إن كان زيارة إلى بغداد، والآليات اللي وضعت والاتفاقات اللي تمت مع السيد السوداني كانت لها أعتقد جدوى في حل هذه الإشكالية إن شاء الله، باعتبار أنه كثير من الطروحات وكثير من زيارة السيد مسعود تقصد له زيارة وفد آخر؟ لا حتى زيارة الزعيم مسعود البرزاني إلى بغداد كان من ضمنها، باعتبار كركوك من الأولويات اللي كانت موجودة لدى المباحثات الموجودة. فهذه الأيام القادمة ستكون من الطروحات اللي انطرحت يمكن يكون تدوير لمنصب المحافظ بين المكونات اللي موجودة، ممكن يصير هذا الأمر. وننتظر خلال الفترة القادمة إن شاء الله بعد 10 محرم ستكون انفراجة بإذن الله. إن شاء الله. أستاذ عزام أرحب بحضرتك مرة أخرى، إذا كان الصوت واضح يم جنابك. شنو تحتاج اليوم كركوك للخروج من هذه الأزمة اللي طالت لمدة 7 أشهر والكل يرى أنه استحقاق مجلس محافظة كركوك؟ يعني بدءا أحييك وأحيي أخي وأستاذ الكبير أستاذ مهدي الأخ العزيز على القلب، وأيضا شكر موصول لمستمعي قناتكم ومشاهدي قناتكم الكريمة. يعني لا شك عندما نتحدث عن كركوك لا شك نتحدث عن مدينة لطالما كانت هذه المدينة منبع أو منبر لجميع الأزمات السياسية. الكل يعرف بأن كركوك لا توجد فيها ثقة سياسية ولا توجد حتى ثقة اجتماعية لظروف هذه المحافظة، وبالتالي أمام تلك التحديات الصعبة وعدم قدرة أطراف المعادلة السياسية في إنتاج حكومة وطنية يشترك فيها جميع الأطراف، ذهبت بهذه الانتخابات وبنتائج الانتخابات وبالفائزين لا يكونوا قادرين إلى الجلوس في طاولة واحدة، وبالتالي كان هناك تدخل من قبل السيد محمد الشاع السوداني الذي نجد أن تدخله تعتبر تدخل إيجابي وهي أيضا مبادرة. ليش ما يقدرون؟ شنو اللي يمنع جلوس كل قوميات وقوى كركوك على طاولة تشاورية لحل هذه الأزمة؟ ما معقول اليوم إحنا بكل انتخابات وكل مرحلة نشهد هذه الأزمة وتطول سنة وسنتين وبالتالي بدون نتائج. يعني أعتقد الأسباب الرئيسية تكمن بأن عامل الخوف ولدى المواطن والذي ترسخ في ذهنية المواطن سواء كان عربيا أو كرديا أو تركمانيا وعامل غياب الثقة السياسية، بالتالي أعتقد ونجزم بأن تلك الأسباب وتلك المعطيات هي من تمنع أن يكون هناك شراكة في صنع القرار. كركوك منذ عام 2003 لحد عملية فرض القانون كانت تدار من قبل القرار السياسي الكردي، وبعد عملية فرض القانون بدأت تدار من القرار السياسي العربي. اليوم على سبيل المثال المكون العربي يشعر بأن منصب المحافظ يجب أن يكون داخل البيت العربي، وأن خروج منصب المحافظ من البيت العربي يظنون بأن نفس المحافظة سوف تعود إلى ما كانت عليه. أيضا القرار السياسي الكردي والقرار السياسي الجماهير الكردي يجزم بأن منصب محافظ كركوك هو من استحقاقه، وأنه يوم مضى كان له الحق وكان يعمل على إدارة هذه المحافظة منذ عام 2003 ولحد عملية فرض القانون، وبالتالي هو يشعر بأن منصب المحافظ ذهب من قراره. وأيضا المكون التركماني يطالب أسوة بالمكون العربي والمكون الكردي أن يكون له الحق في إدارة هذه المحافظة، وبالتالي نقطة الخلاف وأزمة المشكلة تكمن في منصب محافظ كركوك وحتى لغة، يعني وبالتالي تلك الأطراف الثلاثة تطمح في منصب محافظ كركوك تحديدا ولا أهمية لباقي المناصب. أمام هذا التحدي الكبير نجد من الصعب جدا على تلك الأطراف أن تتنازل عن منصب محافظ كركوك. حتى وإن افترضنا أن القرار السياسي العربي تنازل عن محافظ كركوك فإن المكون العربي لن يقبل بأن يتنازل أو الأحزاب تتنازل. حتى وإن كان القرار السياسي الكردي يتنازل عن منصب محافظ كركوك فإن القرار فإن الشعب الكردي والقرار الجماهيري الكردي لن يقبل، كذلك
المكون التركماني نجذب بشكل مباشر بهذه المعطيات. استاذ عزام، شنو الحل اللي تشوفه مثلا مناسب او الاقرب للخروج من هذه الازمه؟ يعني الحل، اعتقد الحل هو يجب ان يكون بموضوع ان تكون هناك شراكه وان يكون تدوير لاداره مصرف محافظه كرم، ولكن هذا التدوير يجب ان يكون تدوير محدد ولا يتسع اكثر من حزب او مكون، على اعتبار ان اداره هذه المحافظه من خلال اربع محافظين او ثلاث محافظين اعتقد موضوع جدا صعب، على اعتبار المشرع العراقي جعل منصب محافظه كركوك اداره المحافظه على مده اربع سنوات، وبالتالي اذا ما ذهبنا بافتراض ان يكون منصب محافظ كركوك للاخوه الكرد وللاخوه التركمان للاخوه العرب، وبالتالي ايضا ينقسم هذا المنصب الى على سبيل المثال القرار السياسي الكردي اليوم، الحزب الديمقراطي ايضا هو لو يجزم بانه له الحق باداره المحافظه، وهناك شبه اتفاق ما بين المكون التركماني بان الديمقراطي ايضا سوف يعمل على اداره المحافظه لمده سنه، كذلك اليكتي ايضا الاتحاد الكردستاني يعمل على اداره هذه المحافظه والمكون التركماني والمكون العربي، وبالتالي بدا منصب المحافظ يفقد قيمته القانونيه وقيمته الاعتباريه، على اعتبار ان هذا المنصب بدا يموع باكثر من شخصيه، وانا اجزم بشكل مباشر ان اذا استمرنا بهذه المعادله فانه من الصعب جدا على المحافظين ان يعملوا اداره المحافظه، لكن ممكن ان يكون هناك تدوير بمصر محافظه كركوك ما بين مكونين او ما بين حزبين او ثلاثه احزاب، يعني احزاب يعني لربما او سنتين من سنتين، اما التوسع في اداره المحافظه باكثر من حزب وباكثر من مكون اعتقد موضوع جدا صعب. يبقى ايضا موضوع الثقه والاطمئنانات التي يجب ان تتوافر لدى الحكومه الاتحاديه وان تبعث فيها الى باقي مكونات كركوك العربيه الكرديه والتركمانيه. جيد. استاذ مهدي، بالتالي اليوم الكل تسعى الى حلول، خاصه القوى السياسيه اللي لها جمهور بمحافظه كركوك. اليوم الديمقراطي الكردستاني لاي الحلول داعم او اي الحلول طرحتوها وبالتالي لليوم مثلا ما لاقت قبول؟ جنابك عارف انه كثير من الحوارات جرت بين جميع الاخوه الكتل السياسيه والمكونات الموجوده، ومن ضمنها ما ذكر الشيخ العزيز الحبيب على قلبي انه كان من ضمن التدوير او هناك توزيع، حتى يعني مشكله محافظه كركوك مثل ما يعرف يكون انعدام الثقه بين المكونات الاساسيه اللي موجوده، او مو المكونات، الكتل السياسيه اللي موجوده داخل كركوك، هذا مما جعل يصعب الامور، خاصه كل مكون او كل كتل سياسيه تحس انه فيها غبن او فيها نوع من التحدي على حقوقها اللي موجوده في اي انتخابات تجري وفي كركوك بالذات. لهذا السبب الطروحات اللي انطرحت من ضمنها قلت لك التدوير، من ضمنها ان يكون توزيع المناصب اللي موجوده، رئيس مجلس محافظه، المحافظ، كثير من المناصب موجوده ليس فقط المحافظ، الاشكالات حتى على بقيه المناصب موجوده. لهذا السبب الزيارات الاخيره خاصه باشراك السيد السوداني بها كان لها تاثير حقيقة على هذه الكتل السياسية من أجل التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف. وأعتقد يعني قلت لك أنا أكو معطيات موجودة، هذه المعطيات اللي موجودة أنه ما ذكر الشيخ عزام على يعني مسألة التدوير هي بها مشاكل حقيقة، يعني إذا كانت لأكثر من ثلاثة أو أربعة، يعني هاي إذا يجيك محافظ كل سنة أنت ما تعرف إيش راح يصير، شنو اللي الدوافع اللي موجودة عند هذا المحافظ اللي راح يفند كل ما عمل عليه المحافظ اللي قبله. فلهذا السبب ستكون هي مشكلة، حتى مشكلة إيه، لكن بالتالي لازم الموضوع يحتاج حل. إذن لا، الحل اللي سيكون هي أولا اما المحكمه الاتحاديه هذا واحد، او الرضوخ الى يعني عدد المقاعد اللي كل الكتل اللي ممكن تتحالف مع بعضها تاخذ الاغلبيه وتشكل الحكومه. شنو الحل اللي يرضي الديمقراطي الكردستاني اليوم ويشوف الاقرب وفق لغه الارقام والشارع الكركوكي؟ والله انا اقول لك يا بالنسبه للحزب الديمقراطي الكردستاني كركوك مهمه جدا بالنسبه له باعتبار روح اقليم كردستان وروح العراق بشكل عام. اللي يهمه انه اولا أن تستقر هذه المحافظه العزيزه، ان يكون هناك شراكه او اداره المحافظه ان يكون الجميع مشارك بها بعدم تهميش هذه المكونات اللي بها. وكان هناك طرح قلت لك يا مات الدوير كان ممكن يسند هذا الامر مع الاخوه في التركمان ايضا، باعتبار التركمان يحس يعني يشعر انه لديه الاحقيه، باعتبار الكل يقول انه هي مدينه تركمانيه، انا اقول مدينه كرديه، اخوي يقول مدينه عربيه. فلهذا السبب
كان هناك كثير منها من ضمنها التدوير. مستعد الديمقراطي الكردستاني أن يقبل بحل وبالتالي هذا الحل يبعد عن يعني كرسي مجلس المحافظ؟ شوف قلت لك يا ليس فقط المحافظ، أكو مناصب مهمة جدا في كركوك، وأعتقد هناك نصيب للحزب الديمقراطي الكردستاني رغم أنه في هذه الانتخابات لأنه ما كان عنده لا يعني خلينا اشتراك كبير او عفوا من المناصب الاخرى، تقبلون انه بحال انه المحافظ مو لكم؟ لا لو لا اكيد لا، اذا كان مثلا خلاكوا اتفاقات لا تنسى بينه وبين الاخوه في الاتحاد ايضا، بينه وبين الاخوه في التركمان، اذا كان اعتقد للكرد يكون اكثر. شنو الكرد يعني حتى وان كان من الاتحاد؟ زين استاذ عزام، من المعرقل الابرز لعدم انعقاد جلسة الحكومة المحلية في كركوك، وشنو شروطها حتى يتفق مع القوى الأخرى حسب رأيك؟ يعني فعلا فيما يتعلق بمسألة انعقاد الجلسة، كان هناك توصية من السيد محمد الشيعة السوداني بضرورة عقد جلسة أولى وبالتالي استكمال مرحلة المفاوضات، لكن يبدو أن الأطراف السياسية جميعها لا تعمل أو لا تعمل على عقد جلسة هسه لأسباب نجهلها البعض، ربما يتعلق حسب ما يشاع بأن وجود مجلس محافظة سوف يقيد من صلاحيات المحافظ الحالي، وبالتالي سوف يقيد من صلاحيات المحافظ. أيضا الأطراف السياسية تعمل على ضرورة حسم شكل وملامح الحكومة الوطنية في كركوك، وبالتالي شروع إلى عقد جلسة. لكن مثلما تفضل أخي وأستاذ الكبير أستاذ مهدي، فعلا هناك مشاورات وهناك اتفاقات جانبية، لكن تلك الاتفاقات لحد هذه اللحظة لم ترتقي إلى مستوى الاتفاق النهائي. يعني على سبيل المثال يشاع حسب هناك اتفاقات جانبية جرت أن بعض أطراف المكون العربي وجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكردستاني اتفقوا على أن يكون منصب المحافظ أولا على مدار سنة للحزب الديمقراطي، نعم، وعلى الثانية للمكون التركماني، وسنتين الباقيات يكونن لبعض أطراف المعادلة العربية. والذي سوف يقصى من هذا الاتفاق هي بعض الأطراف العربية وأيضا الاتحاد الكردستاني، ولا شك حالة التوافقية من تحكم المعادلة، بغداد والحكومة الاتحادية لن تقبل بهذه المعادلة، على اعتبار إذا الكل لم يشترك في هذه الحكومة فإن حكومة كركوك سوف يشكك بها، وبالتالي الاتحاد الكردستاني لديه مقاعد كثيرة. هناك أطراف عربية أيضا لا تقبل أن تعمل على إقصاء الاتحاد الكردستاني على اعتبار ان حكومه في كركوك يجب ان تكون حكومه وطنيه كامله. زين استاذ عزام، منو المستفيد من بقاء الوضع بدون حلول حتى اللحظه؟ يعني لا شك بقاء الوضع كما هو عليه، يعني هو الوضع يعني بقاء الوضع كما هو يعني الكل متضرر، على اعتبار ان عدم وجود حكومه في كركوك هي مساله ان الاطراف الجميع سوف يتضررون، على اعتبار ان هذه الانتخابات قد تعاد، وبالتالي قد يكون هناك تدخل المحكمة الاتحادية، وأيضا هناك دعاوى رفعت لدى المحكمة الاتحادية بضرورة إعادة الانتخابات. لكن هناك اتفاق سياسي، وأن هناك قرار سياسي سواء كان عربي أو كردي أو تركماني أو كان بشكل عام على عدم عقد الجلسة، وعلى اعتبار أن العرب إذ سعوا إلى عقد الجلسة فإن لن يكونوا قادرين على منع أطراف الكردية، وأن أطراف الكردية إذا عملوا على عقد الجلسة فإن العرب لم يمنعوا عقد الجلسة. نعتقد هناك قرار سياسي أو هناك شبه توافق في عدم عقد الجلسة، وبالتالي الكل هو من يعمل على عدم عقد الجلسة. منو صاحب الكلمة الأقوى بمجلس المحافظة، يعني سواء بالنفوذ السياسي أو المعادلة الرقمية للأعضاء؟ ليش ما قدر يوجد حل الأزمة حتى اللحظة؟ يعني شوف أستاذ، يعني في كركوك حتى وإن كانت بعض الأحزاب تمتلك مقعدين، لكن لديها ثقل جماهيري ولديها ثقل سياسي. على سبيل المثال الجبهة التركمانية لديهم مقعدين، لكن المكون التركماني يعتبر ركن مهم جدا بالمعادله، ولديه حضور اعتباري وحضور جماهيري ولديه اعلام. ايضا الحزب الديمقراطي حتى وان كان لديه مقعدين لكنه يعتبر ركن مهم، وبالتالي لغه المقاعد في كركوك هي لا شيء امام لغه الحضور السياسي والحضور الاعتباري. نعتقد من يمتلك المقاعد العليا هم الاتحاد الكردستاني والمكون العربي، لكن في نفس الوقت هذا لا يعني أن المكون التركماني والحزب الديمقراطي
لا تكون ثقل. والدليل على ذلك لو فعلا كان المكون التركماني والحزب الديمقراطي لم يكن لديهم اي قرار لتم عقد الجلسه الاولى ما بين العرب والاتحاد الكردستاني، ولكن هذا يفسر بشكل واضح بان السبب الرئيسي في عدم عقد الجلسه هو وجود ثقل سياسي واعتباري لدى الحزب الديمقراطي وكذلك لدى المكون التركماني، وبالتالي يعطينا نتيجه واضحه بان العرب والكرد والتركمان بجميع احزابهم هم يعتبرون بنفس القوه، حتى وان امتلكوا حتى وان الاتحاد امتلك 6 مقاعد او العرب امتلكوا 6 مقاعد، بالتالي لغه المقاعد لا شيء امام ثقل تلك الاحزاب وتلك المكونات السياسيه سواء كانوا الديمقراطيه او الاتحاد او العربي او التركمان. جيد. استاذ مهدي، الحكومه الاتحاديه لديها القدره على حل هذه الازمه في كركوك، وشنو الخيارات اللي موجوده امامها اللي تقدر من خلالها تحل هذه الازمه؟ شوف، المحكمه يعني الحكومه الاتحاديه باولا بشخص رئيس الحكومه السيد السودان لديه هذه الخبره، لديه هذه الكاريزما، لديه هذه المقبوليه لدى جميع المكونات الموجوده في كركوك. هذا ما يسهل اولا الطروحات اللي يطرحها والافكار اللي طرحوها خلال الاجتماعات اللي اللي جرت، منها انه توزيع المناصب بشكل متوازي لجميع المكونات واشراك الجميع باداره كركوك. يعني انا النقطه جدا مهمه، ترى رئاسه مجلس المحافظه جدا مهم، اهم من انا اشوفه من المحافظه باعتبار انه لديه القوه على خذوها وانطوا. هو هذا انا اقول لك ليش هي وحده من الطروحات، ماكو ذيك الاشكال. هسه اكو مثل ما ذكر اخوي الغالي انه اكو اتفاقات جانبيه بين التركماني بين الديمقراطي بين الاخوه العرب على كل هاي الامور الان خلال قلت لك يا الامور اللي موجوده، خاصه مقبوليه السيد السوداني في هذه القضية، أعتقد ستكون لها الأولوية بحل هذه الإشكالية وتوزيع المناصب بشكل عادل جميع المكونات الموجودة وإشراك الكل في إدارة كركوك، لأنه ما ممكن أي خاصة في هذه المرحلة ما ممكن لأي مكون أن يكون هو إدارة كركوك بوحدة أو يكون هو اللي مسيطر أو يكون هو اللي بيد إدارة هذه المحافظة، ما ممكن. يجب أن يكون إشراك الجميع في إدارة هذه المحافظة. عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ مهدي عبد الكريم، أشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا لك. وعضو تحالف العزم الأستاذ عزام الحمداني، شكرا جزيلا لجنابك. إذن مشاهدينا، قبل لا ننتقل للموجز المحلي، خلونا نشوف أبرز ما جاء في منصة إكس حول ظهور أبو عبيدة بخطاب حماسي بعد قرابة شهر من الانقطاع. نتابع. إذن ختاما بموجز الأخبار. السوداني يوجه بإعادة النظر في بعض القرارات والسياسات الاقتصادية غير المنتجة. النزاهة تعلن عن إيقاف هدر قرابة 3.5 مليارات من المال العام في مديرية بلدية الناصرية. عمليات بغداد تلقي القبض على عدد من أصحاب المولدات الأهلية المخالفين للتسعيرة الرسمية.
جهاز مكافحة الإرهاب يعلن القبض على 4 إرهابيين في كركوك والأنبار. الأنواء الجوية تعلن تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي حراري موسمي من يوم غد إلى نهاية الأسبوع. مشاهدينا، حصاد الليل انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.